طريق الاستثمار متعرج، خصوصاً في عالم الـ NFTs. الكل معرض للخسارة حتى المشاهير. اليوتيوبر لوغان بول تعرض لخسارة فادحة حينما اشترى NFT مقابل 623 ألف دولار، واليوم انخفض سعرها لحدود 10 دولارات، أي 99% من قيمتها. يأتي بعده الدي جي ستيف أوكي، حيث تعرض لخسارة بأكثر من 300 ألف دولار لشرائه NFT في مجموعة دودلز. ولا يمكننا أن ننسى اللاعب البرازيلي نيمار الذي استثمر أكثر من مليون دولار في بورد أيب ياكت كلوب NFTs. تعرض لخسارة بأكثر من 700 ألف دولار بعد انخفاض سعر NFTs. في عالم الاستثمار عليك دائما أن تأخذ حذرك ولا تدخل في استثمار لا تعلم عنه شيئا. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.